السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة. أهلا بكم، نبدأ النشرة بأهم العناوين. الأمين العام بوزارة الخارجية يبحث مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن سبل تسوية الصراع ومعالجة الأوضاع الإنسانية في اليمن. بدء مشروع دراسة أفضل المواقع في السلطنة لإنشاء منصات الإطلاق الفضائية. قمة مرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والروسي في العاصمة الفنلندية هلسنكي. وفي أخبار الاقتصاد تتابعون: مشاريع تترجم الخطة الخمسية التاسعة لتعزيز التنوع الاقتصادي لمصادر الدخل للسلطنة. وفي النشرة الرياضية تتابعون: كولومبيا ترافق اليابان لدور 16 في مونديال روسيا، والسنغال آخر الأفارقة المغادرين. الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع الدامي في اليمن وسبل معالجة الأوضاع الإنسانية تصدرت لقاء معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية اليوم في مسقط بسعادة مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن والوفد المرافق له. وتناول اللقاء مساعي المبعوث الأممي لتحقيق التوافق على عقد مفاوضات بين جميع الأطراف اليمنية ومساعدتها للتوصل إلى تسوية سياسية عملية شاملة، وبما يكفل سيادة وأمن واستقلال اليمن ووحدة أراضيها وقيام علاقات ودية آمنة ومستقرة مع الدول المجاورة. أفضل المواقع في السلطنة لإنشاء منصات الإطلاق الفضائية إحدى المشاريع التي احتفلت بتدشينها الشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا. الاحتفالية يشارك فيها عدد من المهتمين في مجال علوم الفضاء والتكنولوجيا والمجالات المرتبطة بها. تهدف هذه الافتتاحية إلى بدء مشروع الدراسة البحثية، وذلك إلى إيجاد المواقع المناسبة لإنشاء منصات الإطلاق الفضائية في السلطنة، والتي يتوقع من هذه الدراسة أن تقوم بدور حافز لبحوث علمية أكثر لتعزيز ثقافة البحث العلمي. كما هو معلوم القطاع الخاص هو داعم كبير للبحث العلمي والابتكار في الدول المتقدمة، وهذا حقيقة ما نطمح إليه، يعني من هذه المبادرات اللي مثلا اليوم دشنت لها طبعا مردود إيجابي بإذن الله سبحانه وتعالى، منها نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار وكذلك التعريف بعلم الفضاء. فكرة هذا المشروع داعمة للرؤى المستقبلية والتجهيز للمستقبل ولمواكبة العالم في مشاريع الفضاء، أيضا جاءت داعمة ومستلهمة من فكر جلالة السلطان في بعد النظر والاستعداد للمستقبل. أيضا رؤية الشركة في أن العلم والمعرفة حق للجميع ويجب أن يشارك فيه أكبر عدد ممكن. تعتبر هذه الدراسة البحثية واحدة من الدراسات الثرية والغنية التي تحتوي على معلومات وبيانات دقيقة متعلقة بمجال جديد في السلطنة، ألا وهو قطاع الفضاء. كما تعد مشاركة الشباب العماني في هذه الدراسة من أهم الخطوات التي قامت بها الشركة دليلا على اهتمامها برفع الوعي والمعرفة في مجال الفضاء بين أفراد المجتمع. هذا النوع من الدراسات يحفز شراكات أو استثمارات دولية في مجال الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة. طبعا السلطنة لها عدة عوامل تميزها عن غيرها لإنشاء منصات إطلاق صواريخ فضائية، منها اللي هو الموقع الجغرافي المطل على البحر يسهل لنقل المعدات الفضائية إلى السلطنة. إن مثل هذه المشاريع تعزز الاقتصاد الوطني، كما يؤهل الشباب لمواجهة الاقتصاد المعرفي المتغير، وتحفز الشراكات الجديدة والتعاون الدولي في كثير من المجالات مثل العلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، حيث يوجد أكثر من 30 ألف ابتكار نتج من أبحاث علوم الفضاء.
إن وجود مثل هذه المشاريع في السلطنة، وذلك لموقعها الجغرافي والاستقرار المناخي ومجالها الجوي والبحري المفتوحة، إضافة إلى الاستقرار الأمني، لتكون جاهزة لمستقبل السلطنة والترويج لها في مجال الفضاء السلمي. سعود بن سعيد المعولي، مسقط. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة. وزارة الصحة الفلسطينية أكدت أن جيش الاحتلال استهدف الشاب الفلسطيني مع أحد رفاقه قرب مخيم العودة شرق مدينة رفح، وارتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين مع انطلاق مسيرات العودة في مارس الماضي إلى 132 شهيدا. رحبت جامعة الدول العربية باتفاق وقف إطلاق النار بجنوب السودان والذي أوقع في الخرطوم بين الرئيس سلفا كير وقيادات من قوى المعارضة. وأعربت الجامعة العربية عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق الباب أمام التنفيذ الكامل لمجمل الترتيبات المنصوص عليها في اتفاقية وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين والنفاذ الإنساني الموقعة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في ديسمبر الماضي. وكان طرفا النزاع بجنوب السودان وقعا في وقت سابق اتفاق سلام في السودان برعاية الرئيس السوداني عمر البشير. في سوريا قتل 22 مدنيا وأصيب 45 آخرون في قصف جوي على محافظة درعا. وقال التلفزيون السوري إن القوات الجوية استهدفت مسلحين في عدة مناطق في محافظة درعا وتمكنت من السيطرة على قريتين في المحافظة. من جهتها انتقدت الأمم المتحدة الهجوم على درعا وقالت إنه شرد ما لا يقل عن 45 ألف مدني، فيما قالت الأردن إنها لن تفتح الحدود لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين. هذا ودعت الخارجية الفرنسية روسيا إلى الالتزام باتفاق خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا، مشيرة إلى أن استمرار الهجمات يهدد زعزعة الاستقرار الإقليمي. من جهتها أعلنت الأمم المتحدة أنها أوقفت قوافلها الإنسانية التي تعبر الحدود من الأردن إلى محافظة درعا في سوريا بسبب المعارك. وقال رئيس مجموعة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في سوريا إيان إنجلاند إن طريق الإمدادات من الحدود الأردنية توقفت، موضحا أنه لم يتم إرسال قوافل عبر الحدود منذ يومين. وأكد إنجلاند أن شدة المعارك أدت إلى عدم وجود اتفاق لضمان مرور آمن للقوافل، داعيا الجهات المسلحة إلى تقديم ضمانات لكي تستأنف القوافل عملها. وفي السياق نفسه، بدت اليوم عملية عودة حوالي 400 نازح سوري من بلدة عرسال اللبنانية في البقاع إلى سوريا. وقال مصدر أمني لبناني إن النازحين السوريين تجمعوا في نقطة محددة في عرسال وانطلقوا عبر حافلات من منطقة وادي حميد باتجاه جرد عرسال وصولا إلى معبر الزمران السوري للعودة إلى بلداتهم في القلمون. وتشكل هذه القافلة جزءا صغيرا من مليون لاجئ سوري مسجل في جميع أنحاء لبنان ومن 50 ألفا موجودين في عرسال حسب تقدير المسؤولين المحليين في البلدة. أعلن كل من الكريملين والبيت الأبيض عن قمة مرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي في يوليو المقبل. أوضح بيان مشترك بينهما أن الرئيسين سوف يناقشان العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا إلى جانب عدد من قضايا الأمن القومي. وتأتي القمة تزامنا مع إعراب كل من ترامب وبوتين عن رغبتهما بإعادة إحياء العلاقات الثنائية بين بلديهما بعد سنوات من التوتر على خلفية دور روسيا في الأزمة الأوكرانية واتهامات لها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
وكان آخر لقاء جمع بين الرئيسين على هامش قمة التعاون الاقتصادي بدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك بمدينة دنانهي بفيتنام في نوفمبر الماضي. طالب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من قادة دول الاتحاد الأوروبي العمل للتوصل لاتفاق بشأن حماية الحدود الخارجية ليتمكنوا من حل للخلاف القائم بسبب الهجرة حفاظا على وحدة الاتحاد الأوروبي. من جانبهم وعد زعماء دول أوروبية بمساعدة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في التصدي لأزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي والحد من الهجرة الثانوية للاجئين الذين يصلون إلى حدود الاتحاد الأوروبي الجنوبية. مصير الاتحاد الأوروبي معلق على قدرته على مواجهة التحديات التي تمثلها قضية الهجرة. بهذه الكلمات أبرزت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مدى أهمية تحدي الهجرة بالنسبة لدول الاتحاد، وذلك في كلمة مؤثرة ألقتها أمام البرلمان البوندستاغ قبيل قمة للاتحاد الأوروبي تعقد في بروكسل. وحاولت ميركل استمالة منتقديها من داخل صفوفها ودفعت عن قرارها عام 2015 فتح أبواب ألمانيا أمام مليون مهاجر كخطوة ضرورية لمساعدة جيرانها. وقالت ميركل إنه يتعين مع تراجع أعداد الوافدين إعادة فرض قيود الهجرة التي كانت قائمة قبل عام 2015، ودعت لعقد اتفاقات مع دول أفريقية تمثل الاتفاق المبرم مع تركيا بشأن المهاجرين. وأوضحت المستشارة الألمانية أن تحدي الهجرة قد يكون حاسما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأضافت أن أمام الاتحاد خيارين، فإما أن يدير الأمر جيدا حتى يطمئن الآخرون في أفريقيا إلى أننا نتبع القيم ونؤمن بالتعددية وليس بالفردية، وإلا لن يصدق أحد نسق القيم التي أكسبتنا قوة. يأتي ذلك فيما قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس مستعد لتوقيع اتفاق مع ميركل بشأن إعادة طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى. وقالت سيبرس للصحيفة إنه مستعد لاتفاق خاص مع برلين لتقليص تدفق اللاجئين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي ثم يواصلون الرحلة شمالا إلى ألمانيا. وأضاف أن قواعد الاتحاد الحالية المتعلقة بتوزيع المسؤولية عن طالب اللجوء عفى عليها الزمن. وقالت ميركل يوم الأحد إنها ستسعى لإبرام اتفاقيات مباشرة بشأن الهجرة مع دول الاتحاد الأوروبي كل على حدة في اعتراف منها بفشل التكتل في التوصل لحل مشترك للقضية التي تهدد حكومتها. من جانبه حذر رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي من أن بلاده قد تعمل على تعطيل مقررات القمة الأوروبية المرتقبة للهجرة إذا لم تحصل روما على ما يحقق مطالبها. وطالب كونتي دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في القمة بحل سريع لأزمة اللاجئين بما يحقق مطالب دول حوض البحر المتوسط المتضررة من هذه الأزمة. وكانت الحكومة الإيطالية قد قدمت لائحة طلبات أثناء الاجتماع غير الرسمي حول المهاجرين، طالبت فيها بدعم حقيقي وملموس بدلا من الوعود اللفظية. وهذه النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيوني سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل. الستانة قلب أوراسيا معرض يبرز صورا للمعالم والمباني في العاصمة الكازاخستانية الستانة. الأمين العام بوزارة الخارجية يبحث مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن سبل تسوية الصراع ومعالجة الأوضاع الإنسانية في اليمن. بدء مشروع دراسة أفضل المواقع في السلطنة لإنشاء منصات الإطلاق الفضائية.
قمة مرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والروسي في العاصمة الفنلندية هلسنكي. أعلنت وزارة التعليم العالي عن بدء استقبال طلبات الانتقال بين المؤسسات التعليمية الخاصة للطلبة الدارسين في تلك المؤسسات على نفقة الوزارة. وأوضحت الوزارة أن على الطلبة الراغبين في الانتقال التقدم إلكترونيا عبر ملف الطالب الإلكتروني بموقع الوزارة على الشبكة العنكبوتية، وذلك اعتبارا من بداية شهر يوليو المقبل وحتى 12 من الشهر نفسه، مضيفة أن على الطالب أن يكون حاصلا على قبول مباشر غير مشروط في التخصص من المؤسسة الراغب بالانتقال إليها وفي ذات المجال المعرفي، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات من المؤسسات التعليمية المنتقل إليها الطالب في 19 من شهر يوليو المقبل. افتتح في مستشفى المسرة مؤتمر سلامة موظفي الرعاية الصحية الهادف إلى تدريب العاملين في هذا المجال على الطرق المثلى والمناسبة للتعامل مع المرضى. واستعرض المؤتمر عددا من أوراق العمل التي تعمل على رفع كفاءة العمل والحقوق والواجبات والتشريعات المطبقة دوليا ومحليا في مجال السلامة الصحية. السلامة المهنية والصحية عامل مهم في أي مؤسسة صحية، وانطلاقا من هذا المبدأ افتتح في مستشفى المسرة مؤتمر سلامة موظفي الرعاية الصحية الهدف لتسليط الضوء على هذه القضية وتدريب العاملين على الطرق وأساليب التعامل معها. رسالة المؤتمر ترسيخ ثقافة السلامة وإدارة المخاطر بين الموظفين، وهذا مما يؤدي إلى جودة أو رفع جودة العمل أو مستوى الرعاية الصحية للمرضى. هذا يرمز إلى التركيز على تعزيز الرعاية، جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وكما نعلم أنه الاهتمام بالموظفين لا يقل أهمية عن الاهتمام بالمرضى. أوراق عمل المؤتمر استعرضت الأحداث غير المتوقعة والتي تؤثر سلبا على سلامة كل من المريض والموظف، وتؤثر على كفاءة العمل وكذلك الحقوق والواجبات والتشريعات المطبقة دوليا ومحليا في هذا الجانب. عندنا من مشاركين من صلالة ومن مسندم ومن هيمة ومن كثير من المحافظات، كلهم جايين علشان يشاركوا خبراتهم، يتم مناقشة مواضيع مهمة وهي الاحتياطات اللي تتخذ في المستشفيات، الإجراءات اللي ممكن تكون خطيرة داخل المستشفيات اللي يجب أن احنا نتحذر منها، إيش هي الاحتياطات العامة اللي احنا لازم نشتغل عليها. أيضا في فعاليات مثل هذه يتم عمل حلقات مناقشة، في حلقات المناقشة دائما نستفيد من تبادل الخبرات، تعرف كل شخص يكون عنده تجربة حسب المجال اللي هو شغال عليه. إضافة إلى ذلك المشاركين جايين من مختلف الفئات الطبية، مش من فئة معينة، وكل فئة لها خبرة معينة ولها دوافع معينة للاستفادة من هذه المؤتمرات. تخلل المؤتمر تدريب عملي على كيفية التعامل مع الحرائق في المؤسسات الصحية وتعزيز ثقافة السلامة ووسائل تطبيقها وطرق التواصل مع الجهات المعنية في الحالات الطارئة. الاهتمام بالأمن والسلامة في المؤسسات الصحية منهج دابت عليه وزارة الصحة من خلال تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مؤسساتها. من مستشفى المسرة، عبد الله بن علي البلوشي، مسقط. وقعت جامعة السلطان قابوس وكل من مؤسسة جسور وشركة أوربيك على برنامج تعاون تمويل جزئي لإنشاء مختبر التصميم لكلية الهندسة. ويهدف هذا البرنامج إلى تحديد مجالات التعاون بين مؤسسة جسور وكلية الهندسة بالجامعة بما يخص تمويلا جزئيا لمشروع إنشاء مختبر التصميم لكلية الهندسة، على أن تكون نهاية تمويل المشروع بنهاية شهر ديسمبر من العام القادم. ويسعى مشروع المختبر إلى سد احتياجات طلاب الهندسة من جانب الابتكار، ويوفر بيئة ملائمة للطلاب لتطبيق الجانب العلمي والتطبيقي للمواد النظرية، كما يوفر خدمة للمجتمع من خلال البرامج والمحاضرات.
الفرص الاستثمارية والتسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمر العماني كانت محور الندوة التعريفية للفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي عرفت رواد الأعمال بمحافظة جنوب الباطنة بأهمية الاستثمار في هذه المنطقة الواعدة. زيادة الاستثمارات المحلية في ظل تسهيلات مشجعة ومحفزة العنوان الأبرز للندوة التعريفية للفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي حطت رحالها في محافظة جنوب الباطنة في ظل تعاون مشترك لفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بأهمية الاستفادة من إمكانات هذه المنطقة الواعدة. الحملات اللي نقوم فيها في السلطنة تقرب بيننا وبين رجال الأعمال وإطلاعهم على هذه المشاريع وإيش هي الفرص. وهيئة الدقم حقيقة داعمة لرواد الأعمال في السلطنة للاستثمار وتقديم الخدمات لمشروع الدقم في كل المجالات. تعتبر منطقة الدقم من المناطق الصناعية الواعدة. رسالتنا نحن كغرفة تجارة صناعة عمان توجه لرواد الأعمال بالاستثمار إلى منطقة الدقم الصناعية. الندوة التعريفية ركزت على المستثمر المحلي كشريك أساسي للدفع بالقطاع الاقتصادي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضمن استراتيجية الحكومة بجعلها من المناطق الاقتصادية المتعددة الأغراض على المستويين الإقليمي والدولي. اليوم أنا حضرت يعني الندوة، كان أشياء كثيرة من تسهيلات ويعني أمور كثيرة يستفيد منها رائد العمل، فعلينا بس اللهم أن نستفسر أو أن نوصل لهذه الهيئة وأمانة بيقدمون لنا كل التسهيلات الموجودة، فهذا مكسب للجميع. فرص العمل المتاحة للشباب العماني في الوظائف المتوسطة والعليا والحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمر المحلي والتي تشجع في ضخ رؤوس الأموال كانت أبرز المناقشات والتي ساهمت في تشجيع عدد من رواد ورجال الأعمال بالمحافظة للاقتراب من الاستثمار في هذه المنطقة الاقتصادية، والتي أصبحت واحدة من أكثر مناطق الجذب الاستثماري لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تفتح الباب أمام المستثمر المحلي للاستفادة من الحوافز المقدمة له في هذه المنطقة الواعدة، والتي ينتظر أن تسهم في رفد الناتج المحلي. عبد الله بن عامر الويهي، ولاية الرستاق، محافظة جنوب الباطنة. وإلى الأخبار الاقتصادية مع زميلة الشعثاء البيكية. إليك الشعثاء. شكرا خالد، أهلا بكم. مشاريع مختلفة تشهدها السلطنة تأتي ترجمة للخطة الخمسية التاسعة 2016-2020 في تنويع مصادر الدخل والتقليل من اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط. تعزيز التنوع الاقتصادي والتقليل من اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط هدف وضعته السلطنة في خطتها الخمسية التاسعة 2016-2020، وذلك من خلال استهداف قطاعات اقتصادية خمسة أهمها قطاع الصناعات التحويلية. فكل الجهات المعنية تسرع الخطوات وتسهل الإجراءات في تحقيق هذا الهدف. فوحدة دعم التنفيذ والمتابعة ووزارة التجارة والصناعة عززتا أواصر التعاون بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشاريع والمبادرات من خلال تقديم الدعم المطلوب لحل العديد من المسائل المتعلقة بالموافقات على تخصيص الأراضي وتسهيل عملية توقيع اتفاقيات توصيل الكهرباء. وقد حصل التنفيذ على 3 مستثمرين لمشاريع الاسمنت، الأمر الذي أسهم في استكمال 4 مشاريع خلال عام 2017. فعلى أرض الواقع تشهد السلطنة إنشاء مشاريع تترجم الخطة الخمسية الحالية في تنويع مصادر الدخل، أبرزها إنشاء مجمع لواء للصناعات البلاستيكية ليكون أول مشروع من نوعه في السلطنة في مجال الصناعات التكميلية للبلاستيك. مشروع مصفاة الدقم يأتي كأحد أهم مشاريع القطاع، هادفا إلى أن تكون المصفاة على مستوى عالمي عبر استخدام تقنيات متقدمة بشكل يتفق مع المعايير المعمول بها عالميا. مشروع آخر على أرض الواقع وهو إنشاء مشروع صلالة ميثانول الأمونيا بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 طن متر من الأمونيا يوميا.
وهنالك مشاريع أخرى تشهدها السلطنة على أرض الواقع لتحقيق رؤيتها في الخطة الخمسية التاسعة، كمشروع صلالة للغاز البترولي المسال، ومصنع إنتاج أنابيب البوليإيثيلين، ومصنع أغشية العزل المائي الحجري. يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط. تدشن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المرحلة الأولى من البوابة الإلكترونية لخدمات الهيئة ضمن خطتها للتحول الرقمي للخدمات المقدمة إلى المستثمرين بالمنطقة، وسيتاح للمستثمرين خلال هذه المرحلة تقديم طلب الانتفاع بالأرض إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المحطة الواحدة بالهيئة لتقديم الطلب، كما يتيح النظام للمستثمر متابعة إنجازات طلبه إلكترونيا، ويمكن للمستثمر كذلك الولوج إلى بوابة الخدمات من خلال العديد من الخيارات سواء عن طريق الهاتف النقال أو البريد الإلكتروني أو التصديق الإلكتروني. ما الذي يحافظ على أساسات منزلك ويزيد عمره الافتراضي لسنوات عديدة؟ ما الذي يحقق أحلامك ويبني مستقبلك؟ ما الذي تثق به لحماية عالمك مدى الحياة؟ هناك اسم واحد في عمان هو الذي يوفر للمباني القوة والمرونة والثقة في تحملها للهزات الأرضية، وأنت أيضا يمكنك أن تجعله أساسا لبناء منزلك. حديد بانتر من جندال شديد، حديد ذو جودة عالمية. حديد بانتر، الاسم الذي يعني الثقة مدى الحياة. استلم الطيران العماني أولى طائراته من طراز بوينغ 787-9 دريم لاينر ضمن نظام الثلاث درجات، وسيتم جدولة أولى رحلات الطائرة على خط مسقط لندن، حيث ستنطلق الرحلة الافتتاحية اعتبارا من الأول من يوليو 2018، ومن المتوقع بنهاية هذا العام أن ينضم إجمالي عدد ثلاث طائرات من الطراز نفسه إلى أسطول الطيران العماني. ويسعى الطيران العماني إلى توفير أفضل خدمة طيران للمسافرين مع خطط لتوسيع أسطوله إلى 64 طائرة بحلول عام 2022. النظام الترفيهي اليوم يتميز بشيء كثير جميل، هو يعكس أن الطيران العماني كناقل وطني هو طيران للوجهات، يعكس جمالية عمان من خلال صور مختلفة، من خلال طبعا فيديوهات مختلفة تعكس جمالية عمان، بحيث أنه المسافر كل ما انتقل من وجهة إلى وجهة بإمكانه يشوف عمان داخل مقصورة الطائرة. هذا طبعا راح يعزز بشكل كبير من الجانب السياحي لعمان، كذلك يعزز من كفاءة تشغيل مطاراتنا وكذلك تشغيل خدمات الطيران حول مطارات السلطنة بإذن الله تعالى. من ناحية أخرى، أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران أن المبنى القديم لمطار مسقط الدولي سيتم تحويله إلى منشأة لاستيعاب الخدمات المساعدة للمبنى الجديد. المطار القديم طبعا راح يكون من ضمن منظومة مدينة المطارات حول مطار مسقط. المطار طبعا راح يتم إشغاله بمنشآت تخص قطاع الطيران، مراكز معينة للتدريب، وكذلك طبعا لمكاتب مختلفة من منشآت الطيران، كذلك بإذن الله تعالى راح يكون في مواقف مخصصة لطائرات الهليكوبتر كالإسعاف الطبي وغيره من الخدمات الملازمة لقطاع الطيران. طبعا المحور الأساسي حول المبنى القديم هو مساندة وتمكين مطار مسقط الجديد بخدمات إضافية. نتمنى إن شاء الله يعني خلال الأشهر القادمة نكون نتمكن من إنهاء التصاميم الخاصة بمنشآت المطار القديم. عسى بإذن الله تعالى يعني مع بداية العام القادم يكون على الأقل منشأة أو منشأتين أو ثلاث تنتقل إلى المطار، بحيث إنه يكون المطار ترجع فيه الحركة، ترجع فيه الحياة، ويكون يعني عنده متلازمة الطيران بإذن الله تعالى. بهذا انتهت النشرة الاقتصادية، وعودة للزملاء خالد وبثينة.
احتفل بتخريج الدفعة 30 من مبتعثي شركة تنمية نفط عمان للدراسات العليا في عدد من الجامعات المحلية والدولية. تخصصات الخريجين تعددت باختلاف الشهادات التي حصلوا عليها. رعى الحفلة سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز. هندسة النفط والغاز الطبيعي وعلوم الأرض النفطية والهندسة الكيميائية مع هندسة العمل الآلي والتحكم بإدارة تقييم المكامن إلى جانب إدارة المشاريع وهندسة الطاقة الكهربائية وإدارة الأعمال والاستشعار عن بعد بالإضافة إلى دراسات الترجمة، تخصصات أكاديمية أكملها بنجاح أكثر من 90 خريجا وخريجة من مبتعثي شركة تنمية نفط عمان للدراسات العليا في عدد من الجامعات داخل السلطنة وخارجها. تأكيد لمنهج الشركة لتطوير الكوادر البشرية الوطنية، أتمنى إن شاء الله من الخريجين أن يدعموا مسيرة الشركة برفض كوادر الشركة بكثير من الخريجين ذوات الخبرة سواء من جامعات السلطنة أو من الجامعات خارج السلطنة. كثير من التخصصات أهمها طبعا تخصصات فنية في هندسة النفط أو الميكانيكا، ولكن توجد أيضا تخصصات غير فنية، وهذا طبعا تأكيد على أن الشركة تدعم جميع مجالات التعليم والتأهيل والتدريب سواء كان في التخصصات الفنية أو غير الفنية. هؤلاء الخريجون شكلوا الدفعة 30 من هذا البرنامج الوطني، بينهم 8 من حملة الدكتوراه و42 من شهادة الماجستير و43 من درجة البكالوريوس. كانت التجربة جدا جميلة، رجعنا فيها ما بس بشهادة علم، بشهادة حياة، بكوننا نعيش في مجتمع كان مختلف فكريا وثقافيا عن مجتمعنا العربي. بالنسبة لتخصصي كانت إدارة المشاريع، كون الشركة تدير كثير من المشاريع النفطية، هالتخصص ساعدني في مجال عملي. تمت اقتراح ببرامج لتطوير القيادات في القطاع الخاص، وطرحت هذا الأطروحة في رسالة الدكتوراه، واقترحت في دراسة البرنامج الوطني لإعداد القادة في القطاع الخاص، وتم تبني من قبل الجهات الحكومية وتم تطبيقه في الأرض الواقع. الورقة البحثية نفسها كانت بخصوص اللي هي السياحة في عمان، وكيف ممكن نطور في المشاريع على أساس نكسب السياحة في عمان، خصوصا الحين المورد الاقتصادي في السلطنة طبعا الأول يعني الأول اللي هي النفط، بعدين عندنا هي السياحة. الحفل شهد أيضا الاحتفاء بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج المنح الخارجية والدعم التعليمي لموظفي الشركة الذي دشنته عام 2011. عدد من هؤلاء الخريجون حقق أداء استثنائيا نظير تميزهم الأكاديمي، بينهم خريج حصل على جائزتي أفضل ورقة بحثية وأفضل طالب لحصوله على درجة الدكتوراه في الهندسة من جامعة كيوشو باليابان. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط. والآن إلى عبد الله وآخر أخبار الرياضة. أهلا بكم مشاهدينا. أقصى المنتخب الكولومبي منتخب السنغال من المونديال بعد الفوز عليه بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة بدور المجموعات. السنغال التي كانت تلعب على فرصتي الفوز والتعادل للتأهل لم تنجح من الحفاظ على حظوظها للبقاء في المونديال بعد أن سجل لاعب منتخب كولومبيا هدف المباراة الوحيد عن طريق ياريمينا في الدقيقة 74 لتتأهل كولومبيا كأول المجموعة بست نقاط، في حين ودعت السنغال المنافسات بالرغم من تحقيقها فوزا وتعادلا وأربع نقاط، إلا أن اللعب النظيف كان في مصلحة المنتخب الياباني. نجح المنتخب البولندي من تحقيق انتصار على اليابان في المونديال بعد الفوز عليه بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة السابعة بكأس العالم روسيا 2018. وبالرغم أن المنتخب البولندي ودع المنافسات من الجولة الماضية بعد تلقيه هزيمتين على التوالي، إلا أنه كان يبحث عن فوز شرفي قبل مغادرة المونديال، وهذا وكان الهدف في الدقيقة 59 عن طريق المدافع يات بيدريك ليكون
الهدف الوحيد في اللقاء الذي انتهى بهدف دون رد، لتحقق بولندا فوزها الأول وتتأهل اليابان كثاني المجموعة مستفيدة من خسارة المنتخب السنغالي بعد أن حققت اليابان انتصارا وتعادلا بأربع نقاط، وجاء تأهل اليابان بفضل معيار اللعب النظيف. تقام في هذه الأثناء مواجهتا المجموعة الثامنة بدور المجموعات روسيا 2018، وتجمع المباراة الأولى إنجلترا بالمنتخب البلجيكي فيما تقابل تونس منتخب بنما. في المباراة الأولى تبحث إنجلترا وبلجيكا عن صدارة المجموعة بعد تأهلهما للدور القادم منذ الجولة الثانية، علما بأن التعادل يكفي المنتخب الإنجليزي لتأكيد صدارته وتجنب مواجهة كولومبيا، في حين يبحث المنتخب التونسي عن انتصار شرفي أمام بنما بعد أن ودع المنتخبين المنافسات مبكرا. شهدت اللحظات الأخيرة للمنتخب الألماني في العاصمة الروسية موسكو اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام حول العالم أثناء مغادرة المنتخب الألماني لمطار موسكو، حيث أظهرت اللقطات التلفزيونية مشاهد حزينة للمنتخب الألماني قبل رحلة العودة الحزينة التي أعقبت الإقصاء التاريخي من الدور الأول للمونديال الروسي. من جانبها أعربت المستشارة الألمانية أنجلينا ميركل عن صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أعربت عن أسفها وحزنها لخسارة منتخب بلادها أمام نظيره الكوري الجنوبي ومغادرة مونديال روسيا 2018. الجدير بالذكر أن هذه هي المرة السادسة في تاريخ المونديال التي يغادر فيها حامل اللقب من الدور الأول في النسخة التالية لتتويجه. لازلنا في ألمانيا، حيث تعيش على وقع صدمة الخروج من مونديال كأس العالم بعد إقصاء منتخب بلادهم من دور المجموعات بعد خسارته على يد كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين. وخصت الصحف الألمانية صفحات لتحليل خروج المنتخب الألماني، وقالت الناس المتجهة إلى عملها صباح اليوم أنها ما زالت مصعوقة بخبر الإقصاء، وطالب البعض بتغيير سريع في إدارة المنتخب، في حين طالب آخرون بتغيير اللاعبين، واحتج آخرون على قرار المدرب بالسماح للحارس الألماني مانويل نوير اللعب في المواجهة، علما بأنه كان مصابا ولم يلعب منذ فترة طويلة. الجدير بالذكر أن الإقصاء الأخير لألمانيا في دور المجموعات كان في عام 1938. زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إيفانتينو حديقة كرة القدم في الساحة الحمراء، وشارك في الفعالية نجوم سابقون من منتخبات البرازيل وألمانيا وإسبانيا، ولعبوا مواجهة استعراضية متعوا فيها المشجعين في الساحة، ومن أبرز المشاركين الحارس الإسباني كاركاسياس ومدافع إسبانيا كارلوس بيول والبرازيلي رونالدو وقائد المنتخب الألماني السابق لوثار ماتيوس. واستعرض بوتين مهاراته الكروية برفقة إيفانتينو. النشرة الرياضية انتهت مشاهدين، عودة إلى الزملاء ومزيدا من أخبار العاشرة، فتفضلوا بالبقاء معنا. تعزيزاً للجهود الثقافية والفنية وإيماناً بتواصل الحضارات وتداخل الثقافات، افتتح ببيت الزبير بمسقط معرض التصوير الضوئي الستانة قلب أوراسيا بتنظيم من سفارة كازاخستان بالسلطنة. ويتضمن المعرض صوراً لأبرز المعالم والمباني في العاصمة الكازاخستانية الستانة. من هنا تبدأ الصورة للعاصمة الكازاخستانية أستانا قديما، ليذهب الزائر متأملا في صور هذا المعرض الذي يعرف بحضارة هذه العاصمة في آسيا الوسطى بعد تغيير اسمها منذ عام 98 و900 و1000 للميلاد. أنا أعتقد هذه الإجراءات ثقافية مفيدة جدا من وجهة النظر التقارب بين الشعوب والبلدان، و سلطنة عمان يعني دولة يعني جميلة، ولكن للأسف شعوبنا في قزاقستان وفي عمان لا يعرف بالتفاصيل يعني أوضاع في بلادنا. والتجوال في المعرض بتنوع صوره
الذي يحكي ثقافة وحضارة كازاخستان عبر 20 عاما من الاستقلال. أرد بمناسبة مرور 20 سنة على إقامة عاصمة جديدة كازاخستان. أهمية هذا المعرض يعني هناك لها صلة أو يعني علاقة بين كازاخستان والسلطنة مثلا. ونقف عند قصر السلام والوفاق بعمارته الفريدة الذي شيد خصيصا لاستضافة مؤتمر قادة دول العالم والأديان التقليدية. وبهذه الصور الليلية للمباني والأبراج دعوة من أستانة لزائريها للاستمتاع والسياحة، وللمستثمرين لكونها مركزا اقتصاديا يصل بين آسيا وأوروبا. معرض جميل، أخذت منه انطباع جيد جميل حقيقة، في صور مختلفة لقديم أستانة وحاضرها. ونكمل سرد قصة هذا المعرض بلوحة نهر يسيل ومشهد لأعلى هيكل شد في العالم، مع صور لهذه المساجد لتعلن منظمة اليونسكو مؤخرا بفوز أستانة بلقب مدينة السلام. معرض أستانة قلب أوراسيا يؤكد على أن أستانة أصبحت مؤخرا مركزا نابضا بالحياة الدبلوماسية، حيث صارت قبلة لعدد من المنظمات الدولية ورمزا للاستقلال ولنجاح الدولة الحديثة. صالح بن حمد الحبسي، مسقط. وختاما لهذه النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. الأمين العام بوزارة الخارجية يبحث مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن سبل تسوية الصراع ومعالجة الأوضاع الإنسانية في اليمن. بدء مشروع دراسة أفضل المواقع في السلطنة لإنشاء منصات الإطلاق الفضائية. قمة مرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والروسي في العاصمة الفنلندية هلسنكي. شكرا لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.